الكشكيت مم. سندويتك صحتين ماري الكشك يعني المونه والمونه اساسيه بتضيع بس الواحد يعمل مونه يعني عم بفكر لبعيد وصحيح بايامنا ما في حاجه بقى العيال يعملوا مونه لانه كل شيء متوفر بس بضل المونه يعني حقيقه بتطبق ان كان على بيت الموني بالبيت او حتى بيت الموني هون بالفكر وبيت الموني بالقلب اه بيعملوا فيهم قوار هودي يعني بيقدر من من خلال الموني يكون الواحد عم بيقضي وقت قصير او طويل بس مطمن باله انه بس تجي ايام الشح ما بيكونش عتلين هم لانه جمع بوقت الصيف بوقت الاستراحه بوقت اللي بيكون الواحد فيه الطقس بيسمح بجمع الموني للشتاء بجبال بيكون في ثلج بيكون في سقعه ولو مثل ما كنا عم نقول هيدي عادي عن ايام اللي ما كان في مولات وما كان في سوبر ماركت الواحد يلاقي الشغله اي ساعه الكان وقد ما بده بكميات بس بضل الموني علامه البركه وقبل ما اوصل للفكره اللي بدي اقولها البركه بالنسبه لاهل الضيع هي لما الواحد بيقدم من اللي عم بيحضروا عم بيعمله انا الماما ماري عطيتني شوي من الكشك حتى اكلهم وعم بقول لهم يا عمي ما تاخذونش قالت لي بركه يعني بيتباركوا اذا عطيوا من اللي عندهم مش اذا اخذوا هيدي حقيقه روحيه أه بيعيشوا عليها الأشخاص المؤمنين والعيل المسيحية والأشخاص المسيحيين لأنه بيعطوا معنى وقيمة لحياتهم بس أنا من خلال المونة مونة الكشك أو مونة أي أه يعني إشياء بتنحفظ كرمال الشتي والأوقات الصعبة عم فكر أنا واللي عم بيشوفوا قديش كمان عنا الحكمة نأمن لحالنا المونة المونة ما بعرف كل واحد شو بتكون مونته يلي بتخليه وقت الصعوبة وما في أكثر من الأيام اللي بتكون فيها صعوبات، شو المونة يلي بدها تحفظني بوقت الصعوبة؟ شو المونة؟ يعني بفكر أنا كمسيحي شو مونتي؟ إنه مش دايماً الأيام تبقى أيام هينة وحلوة ودايماً كاسكن يا شباب مرت كثير بس تفاجئنا احداث اذا ما كان عندنا مونه من النهار يعني نتخيل شو المونه اللي بيحتاجها الانسان تا يصمد وهون ما بقصد مونه الاكل لانه مرات الصوم بفيد ودائما بفيد يعني الصوم اني ما اكل كفايه بكون عن صحتي عم عم تزبط بس المونه اللي بحتاجها بحياتي الانسانيه والاجتماعيه والروح والخليني اقول والنفسيه هي المونة الروحية يلي أنا بجمعها لحالي الإنسان الحكيم هو اللي بيعرف يعبي أيامه لما قادر يجمع خبرة روحية ينضج علاقته بالآب والابن والروح القدس بيجمع مونة للأوقات الصعبة بالأوقات الصعبة ما بيعود يشوف أنه مخزنه فاضي ما بيشوف أنه هو عم بيواجه لوحده ما بيكتشف أنه هو يعني تفاجأ المؤمن عادة ما بيتفاجأ لأنه بيكون عنده مونة هالمونة اللي هي علاقته وحبه وصداقته وخزانه المليان من كلمة الله ومن حقيقة إلهه الحي يلي بيكون حاضر خاصة بوقت الصعوبات مش بس بوقت السهلة الوقت الشمس شارقة وما فيش أزمة ولا في شي عم بيتحداني المونة الضرورية لكل الأشخاص يعني كل واحد بيحتاج يكون عنده مونته الروحيه نحن اذا بدنا نستعرض كم شهر لورا نحن بسنه 2019 2020 ولو كنا هالحلقه عم تنشاف بعدين بغير ايام هالمرحله من الـ من السنتين 19 و20 كانوا ايام صعبه كانت ايام صعبه ان كان اقتصاديا وان كان سياسيا وان كان صحيا بس مش كل الناس قدام هالصعوبات كانوا عم بينهاروا، مش كل الناس كانوا عم يعني عم بيفلسوا او اكتشفوا انه هن مش قادرين يعملوا شيء، لانه في ناس كانوا مجمعين، علاقتهم ايمانهم علاقتهم بالاب وايمانهم فيه يعني انفتاحهم وانفتاح فكرهم على كلام يسوع بالانجيل ومعرفتهم وصداقتهم معه فتح يعني عقلهم المفتوح للروح القدس يتعلموا خليهم انه بوقت الصعوبه زودتهم وحبه الدواء هي هالكلمه كلمه الله بالكتاب المقدس ووقت اللي بنقرا الكتاب المقدس مش عم نقرا قصه نحن عم نترك الاب يحكينا من خلال ابنه الحبيب يسوع والروح القدس يفسر ويعلمنا ويذكرنا ويشددنا مثل ما قال يسوع بانجيل يوحنا الروح القدس البراقليط بدافع عنا هو المحامي والمعزي بحامي وبدافع عنا وبيعزينا وقت اللي بيكون ما بقى عنا حدا ما بقى فينا ما عادش عنا شيء او حدا نسند راسنا على كتفه او نسند حالنا عليه وقت اللي الروح القدس بيعلمنا وبيذكرنا هيك قالنا يسوع ووعدنا الروح القدس يعلمكم ويذكركم هيدي هي المونه يلي بخدها معي بكل الظروف ان كنت مرتاح وان ما كنتش مرتاح ان كنت جعان وان كنت شبعان ان كنت عطشان وان كنت شبعان بكل الظروف في عندي المونه والمونه يلي ما بياكلها السوس بتذكر كلام يسوع بيقول لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض المونه الحقيقيه هي يلي ما بياكلها السوس ولا بتقدر تخفف يعني من قدرة كلمة الله ووعوده بكلمته لإلي بوقت الصعوبات بضل شايف بضل راسي مرفوع لأنه عيني لفوق هيدي مونتي خبرة اللي بعملها قبل الصعوبة هي الخبرة اللي بترفقني بوقت الصعوبة وما بتخليني اركع وما بتخليني انهزم وما بتخليني حط راسي بالارض وقت اللي عم نوصل اذا في حدا وصل على ازمة وازمة كبيرة ما بتطال وحده بيطال مجموعة كبيرة من الناس او بتطال وطن اللي بينحني او اللي يلي يعني بيقلق ويلي بيتعب ويلي بييأس هو الشخص اللي وصل على الأزمة وما عنده مونة نعيد النظر شو المونة يلي عم نتعب جهدنا كرمالة إذا طنط ماري مع بناتها عم بيهتموا بأنه يأمنوا مونة لعيالهم لأيام الشتاء كان بالحري أني أمن المونة الحالي لكل الظروف إذا كنت مبسوط نيالي مونتي بتزيد فرحي وإذا كنت حزنان أو هجم علي الحزن مونتي هي بتخليني ما إيأس تنزل دمعتي بس بكون مآمن وواثق إنه إلهي بيمسح دمعتي اللي بتنزل من من عيني أنا بحتاج هيدي المونة منا شغلة خيار مش خيار إذا بيكون عندي مونة ولا ما بيكون عندي مونة ونحن نتذكر كثير منيح إنه إلهنا الحي يسوع اللي قام من الموت هو حاضر حاضر دايماً مش بس وقت اللي بكون انا قادر اوقف على اجري خاصه وقت اللي ما بعد فيي اوقف على اجري وقت اللي بطق ظهري هو حاضر تيسندني وتا بايدي وتا يغلب لانه هو الغلب وبيعطيني اني انا اغلب كمان وين بيكونوا عيني وين بيكون قلبي وين بيكون عقلي وقت الصعوبه اذا ما كان عندي مونه مش رح لاقي الا ايدين فاضيه وإلا دايماً بحكي عن النهايه، وبحكي عن الخساره، وبحكي عن الانكسار، بس مونتنا يسوع، كلمته، كتابه المقدس، محبة الأب، رحمته، مواهب الروح القدس، هودي إذا كنت فاتح قلبي لهم وأعطيتهم وقت تيصيروا حقيقه ثابته بحياتي، هيدي مونتي يلي بتساعدني تقطع يعني انا بسمع كثير ناس بنق ودغري بكتشف انه اللي بنق هو اللي ما عنده شمونه والناس يلي بتضل البسمة على وجههم يمكن مش عارفين انه بكره مش كيف بدهم يدبروا اكل بكره بس هن بالبسمة على وجههم لانه او سندتهم مش مصرياتهم ولا المونة يلي بالمخزن مونتهم هي يسوع الحي الحاضر بحياتهم ووعيهم لمحبه الاب السماوي لإلهن وعمل الروح القدس يلي بيفتحلن لهم تا يضل راسهم مرفوع نحن بقوتك يا رب عينينا لفوق عليك انت ومونة الارض بتذكرنا فيك انت المونة الحقيقية رح اكل كشك ولو انه اتكالي مش على الكشك رح اكل رح تضلني عايش من منك يا رب انت المونة الحقيقية مم.